نحب نتعرف بحضرتك. دكتور نبيل الكفراوي، استاذ امراض السكر والغدد الصماء، كليه طب المنوفيه، وعضو اللجنه القوميه للسكر. اهلا يا دكتور، تشرفنا بحضرتك. دكتور، كنا حابين نعرف استخدامات الانسولين بالنسبه لمريض السكر، قد ايه مهمه قد ايه متعدده؟ الحقيقه السؤال ده مهم جدا وحيوي جدا بالنسبه لمرضى السكر، لان الحقيقه الانسولين ده يعني الناس ابتدت تخاف منه في الفترات السنين اللي فاتت كلها، وكانت ارتبط اعطاء الانسولين بان هو دي اخر مرحله من علاج السكر، وان هو بيبقى اخطر مرحله، يعني اخطر مرحله، وانه خلاص دي النهايه. عكس تماما دلوقتي، الانسولين ما بيتاخدش اخر حاجه، بالعكس ممكن نديه في الاول خالص مع الجلوكوفاج او الميتفورمين في الاول علشان يشيل الحمل من على البنكرياس. يعني الانسولين ده اللي ربنا خلقنا بيه، فما فيش ابدا اي داعي ان احنا نخاف منه، لان هو لما بيتعاطى صح وبيتعاطى بالاحتياطات اللي احنا بنقول عليها ما فيش اي مشكله منه، بالعكس يبقى احسن من اي اقراص تانية في مواضع معينه. انما هو زي ما قلنا ارتبط المريض بان هو بيأجل اعطاء الانسولين، والدكتور كمان بيساعده في كده ان هو بيأجل اعطاء الانسولين، ما بياخدش انسولين. تخيل ان كل ما يأجل الانسولين كل ما هو في امان اكتر، يبقى هو في امان، وهو العكس بيبقى صحيح، لان هو بيبقى فيه سكره عالي والمضاعفات شغاله، وفي الاخر لما بتحصل مضاعفات بيرجع ياخد الانسولين. فارتبط الانسولين بالمضاعفات بتاعت مريض السكر، هي من هنا جت يعني السمعه السيئه للانسولين، يعني زي ما بنقول. انما دلوقتي احنا بالعكس، احنا اي مريض سكر لو سكره عالي قوي ممكن ندي انسولين مثلا لمده اسبوع اتنين ونوقف وناخد اقراص بعد كده. وجدوا ان الطريقه دي بتجيب نتائج مذهله بعد كده، بيعمل حاجه اسمها دايابيتس ريميشن، يعني مش شفاء كامل من السكر، ما فيش شفاء كامل من السكر، انما السكر بينحسر او بيقعد، ممكن المريض ما ياخدش علاج لمده سنه او اتنين، ممكن تمتد لخمس سنين. ده اول حاجه. تاني حاجه مثلا الست الحامل ممكن تاخد انسولين وتبطل، واحد داخل يعمل عمليه، واحد جاله جلطه في القلب، واحد جاله جلطه في المخ، سيتويشن معينه أو اماكن معينه من العلاجات بندي فيها انسولين لفتره معينه وبعد كده بنوقف ونرجع للاقراص تاني. فاذا الانسولين ما هوش بعبع للمريض، بالعكس هو ده اللي ربنا خلقنا بيه، بس هو محتاج احتياطات معينه. ومع الانسولينات الجديده اللي طلعت، في انسولينات بتتاخد تمتد مفعولها لغايه 40 ساعه، ما بتعملش نقص سكر، بتفيد مريض السكر، تقوم الصبح يخلي سكره الصايم مظبوط، وبالتالي بيتنوا طول اليوم مظبوط. فانا بدعو بس اولا العيانين ما يخافوش وما يسمعوش من جيرانهم، ما يسمعوش من ده والدتي كانت بتاخد انسولين وحصل كذا، ما يسالوش، كان بيسالوا الطبيب المعالج اللي هو اخصائي السكر، مش البطنه، اخصائي السكر هو ده اللي يتسأل، وهو ده اللي يبقى يحدد اذا كان المريض ياخد انسولين ولا لا. وفي نفس الوقت لما الدكتور يقول لهم ياخد انسولين ما ياجلوش، لان انت بتاجل يبقى انت هتعمل مضاعفات وفي الاخر هتاخد انسولين، في الاخر تاخده فعلا. فيعني قبل المضاعفات ما تحصل لو خدنا انسولين مفيش اي مشكله. مع الانسولينات الحديثه زي ما قلنا بنفصل ما يلائم للمريض، يعني حتى بنفصل له واحد كل واحد حسب يومه، يعني مثلا واحد بياكل اكلتين غير واحد بياكل ثلاثه غير واحد بياكل مثلا سناكس. الطبيب المعالج على حسب كل حاله بيحدده بالظبط، كل واحد على حسب، يعني زي ما بنقول بنفصل له ما يناسبه وما يناسبه النهارده، اللي ممكن يختلف بعد شهر او اثنين. تمام، ميرسي يا دكتور جدا، اخذنا من وقت حضرتك كتير واستفدنا اكتر. شكرا.